The Jordan under 17 ladies national team are very enthusiastic. They are very keen to learn and are certainly a happy bunch to work with. نقونا من أكثر من بنات، يمكن من 30 بنات تجمعنا، نقوا 25 بنات أو 23 بنات، ضلينا لحد الآن من شهر 7. هاد فخر كتير إلي إنه أنا عم بتطور كل يوم عن القبل، عم بوجيهم إنه أنا بقدر أكون بكأس العالم. روحنا عم ترتفع كتير، إنه وخصوصا إنه في المعسكرات عم نتعرف على بعضنا ونتدرب على بعضنا في التدريبات، وكتير عم نتقرب من بعض يعني بكل إشي. يعني شعور إلي فخر وبعتز إنه هيك راح أحمل اسم بلدي طبعاً، بس ألعب كان ضمن 11 راح يلعبوا هنا. هاد فخر إلي كتير. كأس عالم إنه كتير إشي كتير كل حد بيحلم فيه، ولد شاب كل حد بيحلم فيه إنه يكون بكأس العالم. Those players that will be selected from now until the World Cup comes will have to work very very hard to raise their fitness levels, their technical levels and their tactical levels. And if those players can work very hard with the coaching staff that we have here, we believe that we can get an improvement to at least be competitive.